تعال نشوف النهارده الجامعه العربيه وهي بتطالب مجلس الامن بالتحرك فورا لوقف انتهاكات المستوطنين الاسرائيليين. ما انا مبقاش عندي بس المشكله متعلقه بجيش العدو، انا عندي مشكله ازليه باديه اصلا من قبل 48 عن طريق العصابات الصهيونيه اللي كانت موجوده على الارض المحتله واللي تواجدت بالهجرات اللي جت من اوروبا الشرقيه انذاك، هي اسمها كده هجمات المستوطنين. دول من اشرس واحط الفئات اللي عرفها المجتمع البشري. خد بالك الامر لا يتعلق باي ديانه ولا طائفه، انا بكلمك على مجموعه متطرفه، دول الاشد تطرفا والاشرس سلوكا والاحط اخلاقا. تعالى ناخد على التليفون دكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه الكبير. اهلا بيك يا دكتور وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الفل عليك يا فندم، بالف خير يا فندم، حضرتك بالصحه والسلامه دكتور. اضرب كده خلي اعداء الوطن يفوقوا ويعرفوا قد ايه قيمه مصر ومكانه مصر ودعم مصر، وانا بستمتع باداء سيادتك ومقدمتك اللي هي بتؤدي وبكل قوة للشعور الوطني كبير جدا لكل وطني محب ومخلص للوطن. الله يخليك يا دكتور. انا عايز يعني انا مش عارف والله اقول لك ايه، والله برجلتني يعني بالكلام الحلو ده. الله يخليك يا دكتور. دكتور بعد اذن حضرتك، احنا النهارده الجامعة العربية بتطالب مجلس الامن بالتحرك لوقف الانتهاكات بتاعة المستوطنين. ده مفهوم جدا من الجامعة العربية. ما لا استطيع فهمه لماذا لا يتحرك مجلس الامن اصلا؟ وهل اذا تحرك وطلع قرار ما، هل هذا القرار يصبح واجب النفاذ وآليات تنفيذه ايه؟ هو المشكلة سيادة النائب ان أزمة غزة وأزمة القضية الفلسطينية أزهرت العوار في المنظمات الدولية، سواء مجلس الأمن سواء الأمم المتحدة أو حتى أي منظمة تتبع للمنظمات الدولية بشكل عام، باعتبار أن ما نشاهده الآن من المستوطنين داخل قطاع غزة وحتى من دولة الاحتلال هو بمثابة جرائم مرتكبة يعني مكتملة الأرقام، لابد أن يتم التحرك بمجابهة سواء من مجلس الأمن أو حتى من الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الجرائم ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني حتى قبل يوم 7 أكتوبر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحرك المجتمع الدولي ولم يتحرك مجلس الأمن في كيفية إصدار قرارات ملزمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للوقوف في وجه المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون كل أنواع الجرائم وفي حماية الجيش الإسرائيلي. هذه هي المشكلة الرئيسية. يعني أتذكر مع سيادتك حتى قبل يوم 7 أكتوبر كان في يعني أكثر من أزمة وأكثر من واقعة تؤكد أن المستوطنين لديهم رغبة حقيقية في تنفيذ مخططهم لتهجير أهالي الضفة الغربية، وما يحدث في الضفة الغربية الآن يا معالي النائب لا يقل بأي حال من الأحوال عما يحدث في قطاع غزة. يعني تم تسليح المستوطنين بأكثر من 71 ألف قطعة سلاح داخل الضفة الغربية، وحصلوا على رخصة بحمل هذا السلاح، وكل ذلك بدعم واضح من المتطرف الأكبر في إسرائيل وهو بن غفير ومعه سموتريتش الذين يسمحون للمستوطنين بالقيام بكل أنواع الجرائم. ما حدث في قرية حوارة قبل يوم 7 أكتوبر وقيام المستوطنين بحرق القرية بأكملها وإبادة الشعب الفلسطيني وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وأيضا ما حدث في الشيخ جراح وفي سلوان، هي سبة في جبين مجلس الأمن وفي سبة في جبين الأمم المتحدة وسبة أيضا في جبين الإدارة الأمريكية باعتبارها هي التي تدعم وبشكل واضح على اعتبار أن هناك دولتين رئيسيتين بتدعم إسرائيل بالسلاح، سواء الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 69% وألمانيا 30%، يعني دولتين فقط بتمد إسرائيل ب 99% من الأسلحة التي تستخدم ضد الفلسطينيين، وهو ما جعل دولة مثل نيكاراغوا تتحرك باتجاه ألمانيا في محكمة العدل الدولية. صحيح. هل هناك آلية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن؟ لا يوجد. المشكلة الكبرى ليست في صدور القرارات، يعني كما سيادتك تعلم صدر قرار من مجلس الأمن 27/20 وهو القرار الذي من المفترض أن كان تم تنفيذه، وهو بضرورة وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وكان من المفترض أن يمتد هذا القانون لمدة أسبوعين ولكن لم يتم تنفيذه. قرارات محكمة العدل الدولية وهي تدابير احترازية وصدرت بضرورة أن تتوقف إسرائيل عن الإبادة الجماعية وضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية
والإنسانية، وكان من المفترض أن يقوم مجلس الأمن باعتباره الجهة المنوط بها تنفيذ مثل هكذا قرارات، لم يتم تنفيذه. أكثر من 85 قرار صدر ضد إسرائيل في مجلس الأمن لم يتم تنفيذه. شرعية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قائمة على تنفيذ قرار مجلس الأمن بتنفيذ مبدأ حل الدولتين، وهو القرار رقم 141، وأيضا لم يتم تنفيذه. وبالتالي الكثير من القرارات التي تخرج، ولكن إسرائيل لا تعبأ بالمجتمع الدولي. إسرائيل هي دولة معالي النائب، دولة مارقة لا تحترم القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني. حتى أن بريطانيا في اللحظات الأخيرة كما شاهدت حضرتك كان ريتشي سوناك بيقول أنه من المفترض أن يتم إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي، ولكن هذا ليس لما يحدث في الضفة الغربية وليس مثل ما يحدث في قطاع غزة، ولكن نتيجة قيام إسرائيل بقتل 7 من عمال المطبخ الدولي أو المطبخ العالمي كدليل قاطع على ازدواجية الغرب في التعامل مع القضية الفلسطينية. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية المعروف والكبير طبعا.